يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: لي معاصي سابقة وقد تبت إلى الله ولله الحمد، وفي بعض الأحيان أعصي الله سبحانه بالنظر للنساء أو غير ذلك، ولكني أتوب على الفور، فهل لي أمل أن أكون من السابقين ومن المقربين؟ إذا اتصفت بصفاتهم صرت مثلهم، ما إذا لم تتصف بصفاتهم فلا. وكون الإنسان يذنب ويتوب دائما طيب، يسمه معصوم، لكن كل ما أحدث ذنبا أحدث توبة، ولا يقول أنا تبت ثم رجعت ولا لي توبة وييأس، يقول له الشيطان مالك توبة، أنت فعلت وفعلت. الله تواب رحيم، كل ما حصل منك ذنب، لأن الإنسان بشر ضعيف، أحدث له توبة صادقة، من تاب تاب الله عليه. أيضا تجنب الأسباب التي توقعك في المعصية، النظر إلى النساء يا أخي، تجنب المواضع التي فيها النظر إلى النساء، تجنب الذهاب إلى الأسواق التي فيها نساء، تجنب النظر في الشاشات التي فيها نساء سافرات من التي لا يبالين والعياذ بالله بالستر، تجنب هذا، لا تنظر إليه. نعم.